هلو جايز، حبيت أعمل هذا الفيديو لأنه كتير بوصلني عبر السوشيال ميديا والأشخاص اللي بلتقي فيهم دانا نحفانة. هلا في ناس عم بيحكولي نحفانة حلو، وفي ناس بيحكولي لا نحفانة كتير، ناس بيحكولي كيف قدرت تنحفي بعد الولادة. أنا هذا الفيديو موجه للأشخاص أو للسيدات تحديدا اللي بيبعتولي إنه إحنا خلفنا بس ما قدرنا ننحف، كيف انحفتي؟ تابعونا. مبدئيا ما تخلوا الموضوع هوس، هذا أول نصيحة. يعني إذا عم نحكي عن الحمل، زي ما أخذتي 9 أشهر إنك تنصحي ويزداد وزنك أو حجمك، أيضا بدك تعطي حالك 9 أشهر لتخسري من الوزن. غير إنك ما تخلي الموضوع هوس، أنا إذا بدي أعطي تيبس عملية لكل اللي بتابعني، عدم الهوس بالرقم، ما توزنوا حالكم كتير. أيضا أنا من الأشخاص اللي لما أحس إنه عم باكل كتير أو عم بزيد وزني شو بعمل؟ ما بتعشى عشا دسم، باكل الأشياء الدسم اللي نفسي فيها خلال النهار أو على البكير، يعني غدا ماكسيمم. ما بديش أدمن أو بمنع حالي أنا توش من الشيبس والشوكولاتس. حركتي إن جنرال بقدر أحكي إني حركة، بس مش عم بتبع نظام رياضي. هي تبس كتير بسيطة بس ممكن تحدث فرق كتير كبير. ما تتعشوا وما تنتويشوا. بالخير من جديد، يعني من أسوأ ما يحدث وبجائحة كورونا هناك ينبغي أن يكون هذا الفن، وخصوصا إذا عم يكون هذا الفن والإبداع من طفلة لم يتجاوز عمرها 15 سنة. بتحدث عن منى البكري، مع وجودة معنا حاليا مباشرة عبر اتصال سكايب، وأيضا بدنا نصبح عليها ونصبح على والدتها النجمة زين عوض. سعد صباحك. شوفوا يا جماعة إبداع الشيف. صباح الخير شيف. هلا. قدي أخذت منك هاي وقت تحضير؟ والله بين 3-4 ساعات. واو. بين شغلها والخبيز تبعها تقديرها. يا جماعة أخصائية التغذية عم تعمل ميكو، أنا لأجل الصدفة معي فطور صحي. ربع عندك اعتراض؟ لا ما عندك. شجعيني يلا أشوف. برافو. طبعاً إحنا بالإضافة لشغلنا على الهواء في شغل تحت الهواء، هلأ رايحة أعمل أظافري. خليكم تختاروا معي الألوان. أنا حاولت إلي تقريباً شهر ما حطيت لون عشان أساس يرتاح الأظافر، بس ما حبيت منظر أظافري يدور لون. فرشا إيش بتنصحيني؟ إيش في ألوان حلوة هلأ دخلين على خريف؟ هلا في الالوان الفواتح اللي هن الازرق البارد الرمادي، بيجوا مع ديزاينات الامبري. تمام. في هدول الالوان كثير هن المفضله. هذا كثير حلو، هذا الامبري على ازرق. اوكي يس اي لايك ات. تمام. فانت كثير بيلبق لك هاي الالوان حاليا. شوفي هاي الالوان عليك هيك كثير حلو. يعني بين البيربل وهذا الازرق. جيا وجورج عبالهم بانكيك، خلينا نشوف طريقة جيا بتحضيره. Hi guys, I'm gonna show you today how to make pancake. Are you excited? We'll be right back.
لكل الناس اللي عم بغمروني بمدى محبتهم ومتابعتهم لهذه القناة اللي عمرها كتير صغير بس فيها محبة كتير كبيرة. شكراً لتعليقاتكم الحلوة، هذا بيعطيني حافز إنه ننزل فيديوهات أكتر وأطول. بس واجبكم اتجاه هذا الموضوع، تعملوا لنا سبسكرايب وتكتبوا لنا تعليقات وكمان تشيروا الفيديوهات. I love you.